two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Chicken, chicken one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. تمرين التنكر. ألديك فكرة عن الدور الذي تلعبه في تمرين التنكر برومبروم؟ مامي، لم أتخذ قراري بعد، لكني أظن أنني سألعب دور سمكة القرش. هل تتحدث أسطورة الصياد عن أسماك القرش؟ لست أكيداً، لكن القرش هو من الحيوانات البحرية. يبدو أنك تحب الحيوانات البحرية. أجل، في الواقع كنت أتمنى أن ألعب دوراً رئيسياً، لكن ليس دور الصياد، لأنني لا أريد أن أكون رجلاً عجوزاً. وأنا أيضاً أكره ذلك، فأنا طفل ولا أريد أن أتحول فجأة إلى عجوز. فهذه مجرد تمثيلية، في الحقيقة لن تصبح رجلاً عجوزاً. لقد فهمت بروم بروم، فهمت. وأنت أي دور ستلعبين لوتشيكينا؟ في الواقع زفامبي، أنا أريد أن ألعب دور أميرة الأزهار الجميلة التي تعيش في قعر البحر. في الحقيقة هذا الدور يليق بي جداً. أذكركم بأنني من سيختار الأدوار. إلزموا الصمت الآن وليبدأ آري آري. ما الأمر آري آري؟ أخبرني. لقد نسي. هذا آري آري كثير النسيان، وتسريحة شعره ظريفة جداً. والآن حان دور بيو بيو. أجل. هذا بوي بوي يحب اللعب على الحبل، وينتهي به الأمر دائماً على الأرض. علي أن أعرف الحركات البهلوانية. تام تام، هل تأخرت أنت لأنك كنت تلاعب الحيوانات؟ آنستي؟ ماذا تريد زفامبي؟ هل تعرفين آنستي أن تام تام يحب الحيوانات كثيراً؟ أوه، يا له من هر ظريف، ونمر لطيف، وأرنب خفيف. كفى، كفاكما لعباً، والآن سوف نكمل الأدوار مع موكا موكا. حاضر. ولكن لما أنت غاضب هكذا؟ موكا موكا يغضب دوماً حتى عندما يكون فرحاً. آنستي، صحيح أن موكا موكا يبدو غاضباً معظم الوقت، لكنه في الواقع يبتسم عندما يأخذ صورة. موكا موكا، هل نظرت إلي وابتسمت قليلاً؟ أنا أبتسم. أبتسم. أجل. أبتسم. حسناً، بما أنك تعرف كيف تبتسم، أريدك أن تجيبني عن سؤالي بابتسامة موكا موكا. حاضر. أرأيت أن الأمر ليس صعباً؟ ولكن أخبرني، ما هذه الورقة على صدرك؟ آنستي، موكا موكا مجتهد جداً لكنه فوضوي. وإن يكن، عليه أن يكتب على الدفتر وليس على ورقة يعلقها على صدره. هاهاي، انظر إلى نفسك موكا موكا. حالك ليس أفضل من حاله أبداً. فأنت أيضاً تضع ورقة على صدرك. أجل، لكن على الأقل أنا بارع في الحساب. وأنا أيضاً بارع جداً في الحساب. بالمناسبة، حساباتك كلها غير منطقية، كما أنك لست بارعاً في الحساب، وإجاباتك تكون دائماً خاطئة. لا أدري لما لا تريد الآنسة أن تعترف ببراعتي. هذا لأنك لست بارعاً. سأعرفكم على الأدوار المختلفة في تمرين التنكر. أقدم إليكم أولاً آري آري وتام تام وجارو جارو. نحن ندعى الطحالب البحرية. حسناً، المشارك التالي هو موكا موكا. ماذا؟ سأتنكر بزي السلحفاة، وما سبب ذلك؟ ألا يعجبك هذا؟ بلى، بالطبع يعجبني. وأنا هو الأخطبوط. حسناً، والمشارك التالي هو؟ لقد تنكرت لوتشيكينا بزي أميرة البحر. أنا الأميرة لوتشيكينا. والتالي هو صاحب دور البطولة، بروم بروم الصياد. لم أرى هيرو هيرو في أي مكان. أنا لم أرى زفامبي في أي مكان. هل يعرف أحدكم أين هو زفامبي؟ أليس المهم أن يكون الزي لحيوان بحري؟ أرنا ما هو زيك. سيظهر زفامبي بعد لحظات. زفامبي، هذا إنه. لا تخافوا، ألبس زي توتياء بحرية. زفامبي، زفامبي، زفامبي. موضوع الإنشاء. أمي، أبي، أدخل زفامبي. أدخل زفامبي. كم هو بارع.
أخبرني زفامبي، ما الأمر أبي؟ لما تقوم بالكثير من الأمور في الوقت نفسه؟ لأن الأنسة طلبت منا أن نكتب عن النشاطات التي قمنا بها اليوم. الآن فهمت لما أنت متحمس لفعل هذه الأشياء. فكرة جيدة، أنا سوف أساعدك يا زفامبي. وأنا أيضا. انظر، يمكنني أن أقوم بخدع كثيرة. وأنا لدي خدع الخاصة أيضا. هاي زفامبي، أنت ممتاز فعلا وتبلي بلاء حسنا. هذا رائع. سنكتب موضوعا حول النشاطات التي قمنا بها البارحة. أجل أنستي، أنستي المعلمة. أجل، قل لي كيف أساعدك. قمت بأعمال كثيرة البارحة، لذا لدي الكثير لأكتب عنه. يمكنك البدء بالكتابة. شكرا. زفامبي يدرس بكد وأنا سأجتهد. نزهة في حديقة مليئة بالزهور، رائع، سوف أكتب عنها. وأنا سأكتب عن موسيقى المطر. غارو غارو، أعطني بعض الأفكار أرجوك. وماذا عنك يا موكا موكا؟ لا، أغرب عن وجهي. آري آري، فكر جيدا قبل أن تكتب، هل هذا واضح؟ عد في الحال إلى مقعدك وابدأ بالكتابة على الفار. كوري كوري. أجل آنستي. خذوا كل وقتكم في الكتابة، شرط أن تجيدوا ما تفعلونه. لقد انتهيت. حقا؟ كم أنت سريع. لنرى ماذا كتبت. أخذت الكثير من الطبشور من أصدقائي واستعملتها في الكتابة حتى لا أستهلك قلمي. كم أنت بارع، لقد كتبت كل هذا بالطبشور؟ أجل. أرأيت؟ من الآن فصاعدا يجب أن تكتب بالقلم. أجل. هل انتهيت من الكتابة زفامبي؟ أجل. اقرأ لنا ما كتبت من فضلك. أجل، ما قمت به البارحة، قمت بالكثير من الأشياء البارحة، النهاية. أوه لا زفامبي، ليس هذا ما طلبته منك. هذا صحيح. ألم تقل إنه لديك الكثير لتكتب عنه، لكنك في الورقة لم توضح لنا ما الذي فعلته البارحة. آها. أريد منك أن تكتب لي بالتفصيل الممل ما فعلته البارحة. بلى. لقد انتهيت أنستي. ماذا بهذه السرعة؟ ما الذي فعلته البارحة؟ فعلت الكثير من الأمور البارحة، لكنني نسيت ما هي. إذن لقد قمت بالكثير من الأمور لكنك نسيتها، لما لا تكتب شيئا عما شعرت به البارحة إذن؟ حسنا، سوف أحاول آنستي. مهلا، لقد انتهيت. ماذا بهذه السرعة؟ ماذا فعلت البارحة؟ فعلت أمورا كثيرة البارحة لكنني نسيت ما هي، وأنا سعيد جدا. فهمت، لقد كنت سعيدا جدا البارحة إذن. أجل، كثيرا. بما أنك قمت بالكثير من الأمور البارحة، عليك أن تتذكر بعضاً منها. أعد التفكير وأنا واثقة من أنك ستجد ما تكتب. لا، ليس صحيحاً أنستي، لقد قمت بالكثير من الأمور البارحة لأنني أردت أن أكتب موضوعاً غنياً وأن أكون الأفضل. أنستي؟ ماذا؟ أظن أن لدي الكثير لكي أكتب لك عنه. حقاً، ابذل ما في وسعك. افعل ما في وسعك. أنستي، لقد انتهيت. وأنا أيضاً. وأنا أنهيت واجبي آنستي. حسناً، أرى أن جميعكم قد أحسن الكتابة فعلاً. وأنا أيضاً انتهيت آنستي، انظري كتبت موضوعاً طويلاً. قد بذل مجهوداً واضحاً هذه المرة. سوف نستمع جميعنا يا أولاد إلى قصة زفامبي الطويلة جداً. أجل، اسمعوا ما فعلته البارحة. في أي ساعة استفقت البارحة؟ لنقل إنها كانت الساعة 6 صباحاً، أظن أنها كانت كذلك. أظن أنني استفقت 6:15 أو 6:30، واكتشفت أن الربع ساعة هي نصف النصف ساعة. أنا فائق الذكاء حقاً. انتهت الصفحة الأولى، لننتقل إلى الثانية. لكنني لم أنتهي بعد. تغيير تسريحة الشعر. الطقس رائع اليوم. هذا صحيح أبي. أريد أن ألعب كرة القدم في أوقات فراغي. يجب ألا تلعب كرة القدم خلال أوقات فراغك أبي. ولم لا؟ فوقت الفراغ كما هو معلوم مخصص فقط للراحة. مخصص للراحة؟ وماذا تفعل أنت خلال وقت فراغك زفامبي؟ أحب أن أتناول كوبا من الشاي بهدوء، وأخذ حماما ساخنا، وأحصل على بعض التدليك، ثم أخذ قسطاً من الراحة في السرير.
وماذا علمتك الآنسة أن تفعل في أوقات فراغك؟ لا أدري لما تصرخ في وجهي كلما سألتها. لا تبالغ، يجب أن تطيعها دوماً. والآن كف عن تسريح شعرك واذهب إلى المدرسة. أجل. زفامبي 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 زفامبي. مرحبا لوتشيكينا، كيف حالك؟ مرحبا، ألاحظت كان الطقس جميل؟ أجل هذا صحيح، الطقس جميل. بالطبع، فالشمس مشعة والسماء صافية. لكن هذا يسبب لي صداعا. عذرا، سأقصد المدرسة. ما هي؟ ما بك لوتشيكينا؟ ما الذي يحصل؟ من أين أبدأ؟ الشمس مشرقة وأنا أعتقد أن شيئا جميلا سيحدث. لا، بل أظن أنه سبق أن حدث. زفامبي، أنا متأكدة من أن شيئا ما سيحصل. لا أدري إن كان أمرا مريبا. أنا متحمسة، متحمسة جدا. دلام دلام. ما الأمر لوتشيكينا؟ ألم تلاحظ أنني أبدو مختلفة اليوم زفامبي؟ بلى، أنت تشبهين التمثال الأفريقي المعروض في المتحف. انظر إلي جيدا. في الواقع أنا لا أدري ماذا. ماذا تريد أن تقول؟ وجدتها. ماذا؟ شعرك أطول من العادة. لست دقيق الملاحظة. مرحبا زفامبي. مرحبا لكم جميعا. أصمت، لقد أتت المعلمة. مرحبا بروم بروم. ها؟ تبدو مختلفا، لقد قصصت شعرك، يليق بك فعلا. شكرا، أردت فقط أن أغير هندامي. وأنا أيضا قصصت شعري. إنه رائع حقا. مع تغيير تسريحاتنا أصبحنا الأجمل. إن غيرت تسريحة شعرك تفقد من شخصيتك وتميزك، ألا تظن؟ هل ما تقوله صحيح؟ لكن إن حاولت أن تبدل تسريحة شعرك ستتحسن. هذا صحيح، وهذا الشعور ينعكس إيجاباً على حياتك. إن تغيير تسريحة الشعر تجعل الإنسان يخسر شخصيته. هذا ليس صحيحاً، أعطيك مثلاً. مرحباً بالجميع، كيف الحال؟ انظروا جيداً، ألا يبدو موكو موكو رجلاً مرتباً؟ هذا هو الشكل الجديد للنجم موكو موكو. لباسه على الموضة. هذا رائع جدا. هل صحيح أنني إن غيرت تسريحة شعري سوف تتبدل شخصيتي؟ شكرا لإصغائكم جميعا. ياهو، لا لا يليق بك. هذا ليس صحيحا. مؤكد أنك مهما فعلت لن تتغير أبدا زفامبي. لماذا لا أستطيع أن أغير مظهري؟ أنت بروم بروم، لما يبدو شعرك هكذا؟ قلدت تسريحة الرجل في الصورة. فهمت، لقد استوحيت التسريحة من هذا الكتاب إذن، وأنا سأبحث عن التسريحة التي تليق بي فيه. لن يكون الأمر سهلا. حظا سعيدا. إليكم تسريحة زفامبي الجديدة. تسريحة زفامبي الجديدة؟ من أين حصل على الفكرة؟ لقد اتبعت التعليمات الموجودة في الكتاب تماما كما نصحني بروم بروم. ما هو هذا الكتاب؟ انظري إليه، إنه معي. كتاب صور الحشرات؟ والآن ما رأيكم؟ مظهرك رهيب زفامبي. أنتم تحسدونني، فأنا وسيم جدا. القلب الطيب. لقد تأخر الوقت، واليوم هو يوم متعب كالعادة. لقد نسيت أن تعطيني قبلة الوداع. كم أنت لطيف يا عزيزي، وتهتم لأمري دائما، شكرا لك. شكرا لك يا عزيزتي، أنت لطيفة. هذا صحيح، من الجيد أن نهتم بالآخرين ونريهم مدى حبنا. أنا ذاهب إلى المدرسة. يا لهذا اليوم الرائع. مرحبا بروم بروم. مرحبا لوتشيكينا. أجل، كيف الحال؟ أتعني الآن؟ أجل، أنا في طريقي إلى هناك. الهاتف مفيد جدا. من الجيد امتلاك هاتف النقال لأنه متعدد الاستعمالات. انظرا، لدي هاتف النقال. ماذا؟ أجل. يا إلهي، جرس المدرسة يدق. كرام زفامبي، هذا ليس صح.
صحيح، أنا واثق من أن الجميع في المدرسة سيعجبوا به. سبامبي سبامبي سبامبي. أنا ذاهب الآن إلى اللقاء. لا يجدر بك أن تهتم بالآخرين بهذه الطريقة. حقا آنستي؟ اسمعني جيدا عزيزي سفامبي، الاهتمام بالآخرين ومساعدتهم يجب أن يتم بطريقة هادئة جدا لا يلاحظها أحد. أفهم اندفاعك، لكن إن حملت هذه على ظهرك فسيعرف الجميع أنك تحملها. هل فهمت ما أعني؟ فهمت، يجب أن أهتم بالآخرين شرط أن أكون متخفيا. إذن آنستي، لقد فهمت الأمثلة، سيهتم سفامبي بالآخرين من الآن فصاعدا من دون أن يدروا بالأمر. إلى اللقاء. آمل أن يسير كل شيء على ما يرام. ترا 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 ترا. خيط على تنورة لوتشيكينا. إنه مدهش حقا. سأساعد لوتشيكينا من دون أن تلاحظ. اسمع، الاهتمام بالآخرين ومساعدتهم يجب أن يتم بطريقة هادئة لا يلاحظها أحد. ما قالته المعلمة صحيح، سأساعد لوتشيكينا من دون أن تلاحظ. كما قالت المعلمة، يا للروعة، أحب أن أهتم بالناس وخصوصا لوتشيكينا من دون أن يعرف أحد بذلك. ماذا؟ ما الذي فعلته؟ أنت فعلا عديم النفع ولا يمكنك أن تحسن فعل شيء. لا تحاول أن تساعد أحدا لأنك ستفشل ولأن أحد بحاجة إليك. والآن ليقف الجميع في الصف. حاضر. قفوا باستقامة. ما الذي دهاك آري آري؟ لا تنحني هكذا، قف وقفة مستقيمة. إنها الفرصة السانحة لمساعدة أحدهم من دون أن يلاحظ أحد بذلك. سأعطيك فرصة، قف وقفة مستقيمة. ركز جيدا، ليس الأمر صعبا أبدا. لما تفعل هذا؟ هذا خطأ سبامبي، لم تختر الوقت المناسب لمساعدة الآخرين. أنا آسف. عجبا، لما لا أنجح أبدا في مساعدة أصدقائي؟ سبامبي، أريدكم أن تأخذوا وقتكم وتفكروا جيدا في كيفية حل هذه المسألة. أجل أيتها المعلمة. وجدتها، علي أيضا أن أظهر اهتماما لمعلمتي. سأجيب عن السؤال بصمت وبشكل صحيح من دون أن تلاحظ أنني قمت بذلك. إلى كم من الوقت تحتاج لتفكر في الإجابة؟ أجل، الإجابة هي 4. الإجابة هي 5، كيف تخطئ بعد أن أخذت كل هذا الوقت في التفكير؟ زفامبي 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 زفامبي. إن الاهتمام بالآخرين أمر صعب.